السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بقى نبدأ النهاردة الجزء الأخير من الجزء بتاعي، آخر محاضرتين اللي هنتكلم فيهم عن الإيه؟ ترانسفورمر، عن المحولات. تمام؟ ترانسفورمر ما بنعتبروش حاجة بنسميها انرجي كونفرجن ديفايس. يعني إيه انرجي كونفرجن ديفايس؟ يعني بيحول طاقة من شكل لشكل تاني من أشكال الطاقة. يعني الموتور مثلا بنعتبره إن هو بيحول الطاقة الكهربية لطاقة حركية، تمام، أو طاقة ميكانيكية. تمام، الجنريتور مثلا بنعتبره إن هو بيحول الطاقة الحركية أو الطاقة الميكانيكية يحولها إلى طاقة كهربائية. الترانسفورمر مش كده، هو الإنبوت بتاعه طاقة كهربائية والخارج بتاعه طاقة كهربائية. بس هو بيعمل إيه؟ هو بيترانسفير الطاقة الكهربائية ديت من جهد، من ليفل فولتج، من فولتج ليفل، من جهد معين لجهد تاني خالص، تمام، مع المحافظة على نفس كمية الطاقة. يعني هو بس بيغير الجهد بتاع الطاقة ديت. وكلمة الطاقة بنقصد بيها هنا اللي هي الأبيرنت باور، اللي هي حاصل ضرب الفولتج في الكرنت، الـ V في الـ I، تمام، أو الـ S اللي احنا كنا بنسميها الأبيرنت باور. فهو الأبيرنت باور ديت بينقلها مثلا من جهد وليكن مثلا 500 كيلو فولت مثلا لجهد مثلا وليكن 66 كيلو فولت. بس المفروض إن الـ V على الـ I الإنبوت اللي داخله هو الـ V على الـ I الإنبوت اللي خارج منه، ما عدا بس فيه شوية لوسز بيروحوا جوه المحول بنفقدهم. بس المفروض إن الإفشنسي بتاعت المحول ديت بتبقى كبيرة جدا، يعني بتوصل ل 99%. يعني تمام. طيب هل بيحصل تغير في الفريكونسي في الحالة ديت؟ لا، ما بيحصلش أي تغير في الفريكونسي. اللي بيحصل بس تغير في مين؟ تغير في ليفل الفولتج. طب الكلام ده بيتم ازاي؟ بنعمل الكلام دوت عن طريق قانون فرضية، عن طريق قانون فرضية وباستخدام الماجنتيك فيلد. قانون فرضية اللي هو بيقول ايه؟ بيقول لو انت عندك كويل والكويل ده موجود في مجال مغناطيسي متغير مع الزمن، هيتكون على طرفين الكويل ده اي ام اف، الكترو موتيف فورس. تمام، ترانسفورمر زي ما ممكن يكون ستيب اب ترانسفورمر، يعني اعلى بالجهد اغير جهد الليفل فولتج بقى ان انا اعليه، او يحصل ستيب داون ترانسفورمر ان انا اعلي الايه الليفل بتاع الجهد. طيب بنستخدمه في ايه الترانسفورمر؟ اول حاجه ان احنا زي ما قلنا كده بنغير الليفل الفولتج بتاعنا من لو لهاي او من هاي للو. تاني حاجة إن إحنا بنستخدمه إن إحنا نغير الإمبيدنس. معنى إن أنا لو شايف إمبيدنس، قيمة إمبيدنس مقاومة معينة، لو أنا عاوز أكبر أو أقلل الإمبيدنس زي ما نشوف بعد كده، ممكن أعمل الكلام ده عن طريق ترانسفورمر. تالت حاجة إن هو بيعمل حاجة اسمها إلكتريكال أيزوليشن بتوين سيركتس. يعني إيه الكلام دوت؟ لو أنت عندك سيركتس معينة وليكن دايرة مثلا كوميونيكيشن عليها شوية أحمال صغيرين، وعندك وانت عاوز تغذيها من دايره باور، الاحمال ديت الصغيره ديت عاوز تغذيها من دايره باور، فبنحط حاجه اسمها ايزوليشن ترانسفورمر، بحيث ان اي عطله او اي ابنورمال كونديشن يحصل على الباور سيركت ما ياثرش على مين؟ على الكوميونيكيشن سيركت، لان عاده الكوميونيكيشن سيركت ديت بتحتاج له باور وممكن تتحرق بسهوله جدا لو حصل اي مش جاي دوار، اي لو حصل اي تغيير في او اي ابنورمال كونديشن في دايره الباور. ان هي عاده دوائر الكوميونيكيشن بتبقى ضعيفه، ما تقدرش تستحمل الهاي باور بتاعت مين، بتاعت الباور سيركت. فعاده بنحط ايزوليشن ترانسفورمر عشان نعزل الجزء بتاع الكوميونيكيشن مثلا عن الجزء بتاع الباور، او نعزل دايره معينه عن دايره تانية خالص. تمام، بحيث ان حصل اي نورمال كونديشن او شورت سيركت او فولت في دايره من الدوائر ديت باور معينه، تكون معزوله تماما، ما تاثرش تماما على مين، على الدايره التانية، او تبقى معزوله تماما عن الدايره التانية. تمام، حاجة مهمة تاني، احنا دايما في الباور في شبكة الكهرباء عموما، شبكة الباور، احنا بنستخدم حاجة اسمها الستيب اب ترانسفورمر في محطات الجنريشن. يعني عادة الجنريشن احنا بنولد الجنريت في ليفل ميديم فولتج، يعني مثلا في حدود من 15 لحد 25 كيلو فولت، ده الجهد بتاع الجنريتور، عشان احنا نقدر ننقل الباور بتاعت الجنريتور ده من مكان تاني لمكان تاني بعيد، ما بننقلهاش على ليفل ميديم، لان الفولتج دروب اللي هيحصل واللوسز اللي هتحصل في الترانزميشن لاين او في الكابلات اللي انا هنقل بيها الباور من مكان الجنريشن لمكان الكونسامشن، لمكان اللي هو الاستهلاك، الكلام ده هيبقى مكلف جدا، هيبقى مش ايكونوميكال، وهيبقى وهفقد خساره كبيره جدا، سواء في الفولتج دروب او سواء في اللوسز اللي هتروح اي سكوير ار في الايه في الكابلات ديت، لان التغير على ليفل ميديم عشان الباور كبيره، ساعتها التغير هيبقى كبير قوي في ليفل ميديم. بنعمل حاجة اسمها ستيب اب ترانسفورمر، اللي هو احنا بنعلي الكود بتاعنا من ليفل الميديم من 15 ل 25، بنعليه لحد في مصر هنا، بنعليه في الشبكات الجهود العالية، عندنا 66 وعندنا 220 وعندنا 500 كيلو فولت. لما بعلي الجهود القيم الكبيرة ديت التيار بيقل. يعني انا لو بنقل باور قليلة الفي في الاي الاس، بنقل مثلا فاليو معينة في ليفل الميديم، الفي بيبقى ميديم يعني، والاي بيبقى كبير.
لما بعلي الجهد بتاعنا 500 ساعتها يبقى الجهد بيكبر والتيار بتاعي ايه بيقل، فبالتالي الفولتج دروب على الترانسميشن لاين او على الكابلات بيقل، وبالتالي اللوسز اللي هي اي سكوير ار اللي رايحه في الترانسميشن لاين او في الكيبلز يعني اللي بتنقل الباور ديت هيبقى بعيده لان التيار بتاعي ايه قل، تمام. فبنستخدمه في الحاله ديت فهاي فولتج باور ترانسميشن خلاص. طيب زي ما شايفين كده ادي الجنريشن، زي ما قلنا الليفل بتاعنا ميديوم، بربط على حاجه اسمها باس بار ده بنسميه باس بار، وبعد كده بجيب ابوس لو انا عاوز انقل بقى على اوفر هيد ترانسميشن لاين بعلي الاول الكود، بجيب حاجه اسمها ستيب اب ترانسفورمر او باور ترانسفورمر نوع ستيب اب يعني بيرفع الجهد ده من ال 20 كيلو فولت اللي هو الجهد بتاع الجنريتر ممكن يوصل ل 200 او 1000 كيلو فولت. انا عندنا في مصر هنا الهاي فولتج بتاعنا 66 و220 وكام 500 كيلو فولت، فبيبقى النقل هنا على خطوط 66 او 220 او 500 كيلو فولت. بعد ما نقلت من مكان التوليد لمكان الديستريبيوشن هنا او مكان الاحمال اللودز بجيب ستيب داون ترانسفورمر، ادي نزلت الجهد اهو من 200 في الرينج من 200 لحد 1000، هنزلهم عاده بنزلهم في رينج الميديم اللي هو لحد 3.3 او ليفل هاي فولتج الصغير يعني اللي هو 66. احنا مثلا في مصر عندنا بيبقى عندنا جهد 11 وجهد 22 وجهد 33. بعد كده ده اندر جراوند كيبلز مثلا بيمشي مسافه صغيره، ده طبعا بيمشي مسافه كبيره ممكن يمشي مثلا 200 كيلومتر ولا حاجه او 300 كيلومتر، ده يمشي مثلا مسافه صغيره 2 3 5 كيلومتر اندر جراوند كيبلز ده هيمشي، وبعد كده يروح على الحاجه اللي بنسميها اسمها الايه الديستريبيوشن ترانسفورمر اللي هو بيحول من ليفل الميديم اللي هو من ليفل اللي هو 3.3 و6.6 لحد جهد اللو اللي احنا بنستخدمه مثلا في البيوت اللي هو 380 فولت. ده ممكن يكون ديستريبيوشن ترانسفورمر موجود جوه عمارة، ممكن يكون ديستريبيوشن ترانسفورمر موجود جوه مصنع يحول ل 380 فولت، ومن 380 فولت ابتدي اغذي اللودز بتاعتي اللي هي رمزنا برمز ايه بالرمز ال. ممكن عندي لو انا عندي احمال تانية على جهد مثلا صغير خالص مثلا جهد 110 هستخدم لهم تست ترانسفورمر مثلا بنسميه يوتيلايزيشن ترانسفورمر، او ده ممكن يكون ايزوليشن ترانسفورمر اللي هو بيعزل لي الجزء ده عن الاحمال مثلا انا بغذيها الناحية، تمام. فده شكل كده الايه شكل النتورك بشكل مبسط للنتورك بتاعتنا، اي نتورك سواء في مصر او بره مصر بيبقى الشكل المنظر ده، بيبقى عندنا الليفل بتاع الجنريشن على جهد ميديم، بعد كده بجيب الستيب اب ترانسفورمر بقى الكلام ده على اوفر هيد ترانسميشن لاين، وبعد كده اجي عند الاحمال احط ستيب اوت ترانسفورمر يعني الحته دي كده الجزء دوت كده جزء من اول الباسبور ده والاندر جراوند كيبلز ومن حد الباسبور ده يعني الجزء بتاع الترانسفورمر والكابلات ده بنسميه سب ستيشن حط التوزيع، الجزء ده كده اللي هو الجنريتورز مع الترانسفورمر ده بنسميه جنريشن محطة جنريشن بنسميها باور بلانت، يبقى ده بنسميها باور بلانت وده الجزء بتاع الترانسميشن سيستم اللي هو الاوفر هيد ترانسميشن لاين، والجزء بتاع الستيب داون ترانسفورمر مع الجزء بتاع الكيبلز ده الحتة دي كده بنسميها سب ستيشن. سب ستيشن عادة بيبقى هدفها في الأول وفي الآخر إن هي تعمل إيه؟ تنزل الإيه؟ تنزل الجهد بتاعه، تمام؟ طيب بالنسبة للإيه للكونستراكشن بتاع مين بتاع الكونستراكشن بتاع الباور ترانسفورمر ببساطة كده بيبقى عندي اللي هو الكور اللي هو مصنع من الستيل، الستيل سيليكون يعني ستيل مقاوم معاه جزء سيليكون يعني، والإيه والوايندنج، الوايندنج بيبقى عندنا اتنين وايندنج البرايمري وايندنج والسكندري وايندنج، تمام. طيب بالنسبة للكور احنا عندنا نوعين من الكورز، في حاجه بنسميها اسمها الكور تايب كونستراكشن اللي هو الشكل اللي قدامي ده، ده بنسميه كور تايب، النوع ده من الكور بنسميه كور تايب، تمام. والايرون كور ده بنسميه هنا كور تايب ايه كور يعني خلاص، وده عاده بنستخدمه في الديستريبيوشن ترانسفورم. في نوع تاني بنسميه اسمه الشيل تايب، نوع تاني من الايرون كور بنسميه الشيل تايب اللي هو الشكل اللي قدامي ده بنسميه الشيل تايب، ولفات البرايمري زي ما احنا شايفين ده لفات البرايمري بتاع الترانسفورمر، ودي ملفات مين السكندري اللي عدد لفاتها بنسميه ان اس ان سكندري، وعدد لفات البرايمري بنسميه ان برايمري، ده عدد بنستخدمه في مين في الهاي فولتج باور ترانسفورمر يعني. بشكل عام يعتبر ده الاكثر استخداما اللي هو مين اللي هو الايه الكور تايب خلاص، ده بالنسبه للايرن كور. طيب الكور ده بنصنعه من ايه؟ الكور ده عاده بنصنعه من زي ما قلنا كده من ستيل ويبقى معاه جزء سيليكون، الجزء السيليكون ده بنسبة 3 و4% بنضيفه عشان خاطر يحسن مين؟ يحسن الماجنتيك بروبرتيز، يعني بيقلل اللي هي الإيه المقاومة المغناطيسية اللي إحنا خدناها قبل كده اللي هي الريلاكتنس، خلاها قليلة جدا، تمام، بحيث إن هو إيه يحسن من خواص المغناطيسية، يحسن من الكيرف بتاع الهستريسيس لوب اللي إحنا خدناها قبل كده يحسنها، تمام.
وبنعمل الكور دوت بنعمله حاجه اسمها لامينيشن. يعني ده بيبقى عباره عن لامينيشن زي ما احنا شايفين كده، لامينيشن لامينيشن مش قطعه واحده. ليه مش قطعه واحده؟ عشان خاطر حاجه بنسميها بعد كده ان هو بيقلل حاجه اسمها الاي دي كارنت لوس. ليه؟ لان الملفات ديت لما بيمشي فيها تيار متغير مع الزمن هيولد هنا فلكس متغير مع الزمن، فالفلكس ده زي ما بيقطع الملفات بتاعه البرايمري والملفات السكندري بيقطع برضو الكور، لان الكور ده بالنسبه لي معدن او موصل للكهرباء زيه زي النحاس، الكبات النحاسه او كبات الالومنيوم او عدد لفات اللفات اللي عندي، الكل اللي عندي ده سواء النحاس او الالومنيوم يعتبر ده ستيل، فبالتالي هيمشي فيه تيار. لو السكنس بتاعي كبير، لو السكنس بتاعي ده كبير، دي الاريا اللي بيمشي فيها التيار، هو يعتبر مقفول على نفسه فيعتبر كلوز سيركت، فبالتالي هيتولد فيه هو كمان اي ام اف، وبالتالي هيمشي فيه تيار، بيمشي فيه تيار دائري كده بنسميه اي دي كارنت، عشان كده سميناه اي دي كارنت، بيلف كده جوه مين؟ جوه الايه؟ جوه الكون. فالاريا اللي شايفها هو الطول، السكنس ده لجوه كده، والطول ده دي الاريا. الاريا دي بتعتمد على ايه؟ زي ما احنا عارفين ان الار بتاع الار ريزيستنس بتاعتي بتساوي رو في ال على الاريا، فدي بالنسبه للاريا. كل ما بكبر الاريا ديت كل ما بعمل مقاومه كبيره جدا للتيار، فبمنع التيار ان هو يمشي في مين؟ في الستيل، لان انا اصلا مش عاوز التيار يمشي في الستيل، لان لو مشي في الستيل هيسخن لي المحاول ويعمل لي لصوص، فانا بقدر الامكان بحاول اقلل الاي سكوير ار في مين؟ الجزء ده، بحاول اقلل التيار اللي ماشي في الجزء ده، لان هو بيعمل لي هيت وبيأثر على الكفاءه بتاعت المحاول، فبكبر المقاومه. بكبر المقاومه ازاي؟ انا عارف ان المقاومه رو ال على الاريا، فبكبر فبقلل الاريا قوي بحيث ان المقاومه تبقى كبيره، عشان كده بنعمله ايه؟ بنعمله لامينيشن 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 لامينيشن. واللامينيشن دي بتبقى معزوله عن ايه؟ بنعزلها عن بعضها، يعني بنعمل لامينيشن ونحط بعد كده عزل، واللامينيشن نحط بعد كده عزل، وهكذا. تمام، ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للايه؟ للايه؟ لانكو. يبقى فايده موضوع اللي هو ان انا بعمله ستيل لامينيشن، السكنس بتاعها من 3.10 ل 5.10 مللي، ده الهدف ايه؟ ان انا بقلل مين؟ بقلل اي دي كارنتوس. انا بعمل الكلام ده عشان اعمل اقلل الاي دي كارنت ايه؟ الاي دي كارنتوس. طيب ده الشكل اللي هو الايه؟ اللي هو الايرون كور، اللي هو الكور تايب. بيبقى الشكل عندنا بيبقى قطعه واحده كده، ادي لامينيشن، ونحط عزل ما بين اللامينيشن ديت واللامينيشن اللي بعديها وهكذا. ده الشكل اللي هو الشيل تايب، بيبقى عندنا جزئين، الجزء الاولاني اللي هو الاي لامينيشن، وعندنا الجزء ده الاي لامينيشن، وبنربطهم ببعض بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. الشكل ده اللي هو الايه؟ الشيل تايب. طيب بالنسبه للمحاول زي ما احنا قلنا كده، بيبقى عندي ملفين، الملف بتاع البرايمري وايندنج، وملف مين؟ وملف السكندري وايندنج. عاده بيبقى مصنع من ايه؟ الملفات ديت بتصنع من مين؟ في اغلب الاحيان بتصنع من مين؟ من النحاس، بس ينفع برضه نصنعها من مين؟ من الالومنيوم. تمام، طبعا اللفات ديت بيبقى فيه لفه وبعديها لفه وبعديها لفه. يعني طب لو بصيت هنا مثلا، هنا كده عندك كده، ادي لفه 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 لفه، اللفه ديت معزوله عن اللفه اللي بعديها، معزوله عن اللفه اللي بعديها، لان اللفات ديت لو وصلت ببعضها كانها ايه؟ كانها شورت سيركت، فلازم يكون في عزل ما بين اللفه واللفه اللي بعديها واللفه اللي بعديها واللفه اللي بعديها. فبيبقى العزل ده عاده بيبقى يكون بيبر انسليتد، يعني يكون ورق مقوى بالمشبع بالزيت. تمام، او بيكون مثلا فرنيش، اللي هو الورنيش يعني، خلاص، بحيث انه يعزل اللفه دي عن اللفه اللي بعديها وهكذا. طيب ده شكل الكونكشن بتاع الوايننج، يا اما بتبقى كونسنتريك وايننج، بمعنى ان انا بلف ادي الكور بتاعكم بلف حواليه ملفات اللو فولتج بالشكل ده، وبعد كده طبعا في عزل موجود اهو ما بين اللو فولتج والكور، لان الكور ده يعتبر بالنسبه لي ارث، فلازم اعزل ما بين اللو فولتج ومين؟ والكور. وبعد كده في عزل ما بين اللو فولتج والهاي فولتج، والف الهاي فولتج على مين؟ على اللو فولتج. طب ليه بنحط اللو فولتج جوه قريب من الكور والهاي فولتج بره؟ لان اللو فولتج كده يبقى جهده قليل، فبالتالي العزل اللي هحتاجه ما بين اللو فولتج والكور هيبقى صغير، انما انا لو حطيت الهاي فولتج جوه، الهاي فولتج هيبقى جهد كبير، فكل ما الجهد بتاعك يكبر هتحتاج سيكنس للعزل هنا اكبر، فبالتالي لو حطيت الهاي فولتج جوه السيكنس بتاع العزل اللي انت هتحتاجه هنا هيبقى كبير، فبالتالي بالنسبه لك مش هيبقى اقتصادي. عشان كده دايما بنحط اللو فولتج جوه، لان هو بيحتاج جزء سيكنس من العزل صغير، فبنحط اللو فولتج وبعد كده نحط الهاي فولتج من بره. او بنوصل الوايننج بتاعتنا على شكل حاجه بنسميها اسمها ساندوتش وايننج. يعني ايه ساندوتش وايننج؟ يعني بحط الهاي فولتج مثلا في النص زي ما انا شايف كده، ومن فوق ومن تحت دي ملفات مين؟ ملفات اللو فولتج، فبنسميها ساندوتش مين؟ ساندوتش وايننج. ده الشكل الايه؟ الاكثر انتشارا، اللي هو الكونسنتريك مين؟ وايننج زي ما احنا شايفين كده. ده نفس الشكل اهو، عندك ملفات البرايمري وايننج، وبعد كده الايه؟ وانسوليشن، وهيبقى من بره كده الايه؟ السكندري وايننج. تمام،
ده شكل ايه اللي هي اليمين، ده شكل الايرون كور، والانسوليشن اللي هيبقى موجود، والايه ملفات السكنر اللي بره، ومن جوه ملفات مين البرايمري. خلاص. بالنسبه بقى للكولنج بتاع المحول، احنا المحول ده نتيجه ان هو بيمشي زي ما قلنا كده، بيمشي ايدي كارنت في الايرون كور نفسه، وبيمشي تيار في الملفات، فبالتالي كل ده لما يمشي تيار في الملفات هيعمل لي لوسز، الكلام ده بيعمل بيسخن المحول. عشان اقدر احصل على اعلى باور من المحول اللي هو الابيرنت باور اللي اقدر انقلها، اللي هي اللي حصل ضرب البي في الاي، عشان اقدر اخد اكبر ابيرنت باور، بنعمل حاجه اسمها كولينج. لازم المحول ده بنعمله تبريد. يعني ايه تبريد؟ تبريد عشان يبرد المحول، بحيث ان انا اقدر انقل تيار اعلى، لان انا كل ما بزود التيار هزود اللوسز، هزود الحراره، فبالتالي هيبقى ليك فيه ليميت معين على اساس ان الايه العزل بتاعنا من بين الملفات ما تحرقش نتيجه ارتفاع درجه الحراره، او الملفات نفسها اللي هي الكبر وايننج او الالومنيوم وايننج بتاعتي ايه ما تتحرقش. تمام. فاحنا الترانسفورمر بالنسبه للكولينج بنسمه نوعين، يا اما حاجه بنسميها اسمها دراي تايب ترانسفورمر، والنوع التاني بنسميه اسمه اويل اميرسد ترانسفورمر. دراي تايب يعني ايه؟ دي المحولات الصغيره، يعني بعد ما بتعمل الملفات بتاعتك بتحط المحول ده، بتحط الملفات والملفات والكور جوه الايه، جوه اللي هو اللي بنسميه التانك بتاعنا، او التانك بتاع المحول، او الجسم الخارجي بتاع المحول بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد ما عملت الملفات اهي بحطها هنا، مفيش اي وسط تبريد موجود في الوايننج، يعني الوايننج موجوده ايه اللي حواليها هوا بس. تمام. ده بنسميه دراي تايب ترانسفورمر، وده عاده بنستخدمه في المحولات اللي هي الايه الصغيره، اللي هي ديستريبيوشن ترانسفورمر، يعني الريتنج بتاعه بيبقى 1 ميجا فولت امبير، 2 ميجا فولت امبير، 3 ميجا فولت امبير، وهكذا. تمام. يعني ماكسيمم 5 ميجا فولت امبير. هو ده شكل الايه الدراي تايب ترانسفورمر. بعد ما اعمل ملفات، تمام، بحط باخد الملفات والكور، بعد ما اظبط الشكل دوت واصنعه بحطه جوه الايه، جوه التانك بتاع المحول ده كده، مفيش اي وسط كولينج موجود، الوسط الكولينج الطبيعي اللي هو الايه الهواء. تمام. بيبقى عندي هنا حاجه من بره اسمها راديتور، الراديتور دي ممكن احط عليها فانات، فبنسميها في الحاله ديت ان هو كده ايه اير فورسنج، يعني هو ممكن يكون اير ناتشرال، يعني محطوط هنا جوه هواء، والهواء ده انا سايبه يتحرك طبيعي، بحيث ان جوه درجه الحراره تبقى عاليه نتيجه التيار اللي ماشي في الملفات، وبره درجه حراره الامبيانت، فبالتالي بيحصل هيت ترانسفير من جوه لبره، بحيث انه في الاخر بيحصل ايه بالانس. فانت ما ينفعش تزود مثلا التيار عن قيمه معينه عشان درجه الحراره جوه ما تعلاش قوي. تمام. وده اللي بيحدد الريتنج بتاع مين، بتاع المحول، الباور اللي انت هتنقله. احيانا بنحط احنا فانات كده على الراديتور من بره، بحيث ان هي تبرد المحول، تبرد الجسم الخارجي للمحول، وبالتالي هتبرد مين، هتبرد الجزء الداخلي، او تصارع عمليه الهيت ترانسفير من جوه المحول لبره الايه المحول. تمام. فبنسميها في الحاله ديت اير فورس. الدراي تايب في منه نوعين، من ناحيه الكولينج حاجه بنسميها الاير ناتشرال، وحاجه بنسميها اسمها اير فورس. اير فورس معناها ان في مراوح بره بتبرد مين، بره جسم المحاول، عشان تسرع عمليه الترانسفير من جوه المحاول لبره المحاول. تمام. النوع التاني بقى اللي هو الاول الميرسيد باور ترانسفورمر. الاول الميرسيد باور ترانسفورمر ده المحول نفسه، الملفات بعد ما بعملها والكلام دوت، بيبقى التانك ده مليان زيت. تمام. بيبقى مليان ايه زيت، اي زيت وظيفته ايه بالظبط؟ زيت بنستخدمه كحاجتين، كوسط كولينج ان هو بيبرد المحول، تمام، لان هو ليكويد، تمام، فبيبرد المحول. الهدف التاني ان هو ما ينفعش طبعا عشان احط الملفات دي كلها كده، كلها كده احطها جوه زيت، لازم الوسط ده يكون عازل، ما ينفعش مثلا احط الملفات دي جوه ميه، لان الميه الملفات دي الميه تعتبر بالنسبه لي ماده موصله او وسط موصل يعني، فبالتالي كانك وصلت الملفات ديت بالملفات ديت بالملفات دي، فكانك وصلت ملفات البرايمر وملفات السكندري، انت كده هتحرق المحول اول ما توصله، فبالتالي لازم الوسط يكون محطوط ده، لو انت هتستخدم وسط تبريد لازم يكون في نفس الوقت وسط ايه عازل. فعشان كده الزيت ليه الخاصيتين دول، ان هو كوسط تبريد وسط كويس جدا، وكوسط عازل العزل بتاعه كويس جدا. تمام. وبنحط دايما المحولات جوه مين، جوه الزيت. المحولات جوه الزيت دي بقى في منها اشكال كتيره جدا، حاجه بنسميها اسمها اونان وير ناتشرال. ايه الناتشرال؟ يعني بحط الوايننج والارم كول بتاعي جوه التانك بتاع المحول، وسايب الزيت بيتحرك بطبيعته. طبعا جوه المحول هتلاقي درجه الحراره مش في كل الاماكن زي بعضها، في حته بنسميها اسمها الهوت سبوت تمبريتشر. يعني ايه هوت سبوت تمبريتشر جوه المحول؟ يعني المنطقه اللي بيبقى فيها اعلى درجه حراره. طبعا الزيت بيتحرك ناتشرال ازاي جوه المحول؟ عن طريق انك انت بيبقى زي ما قلنا كده درجات الحراره جوه التانك دوت مختلفه عن مكان لمكان، فبالتالي هتلاقي الزيت اللي كثافته اقل بتطلع لفوق، والزيت اللي كثافته او كثافته او درجه حرارته قليله بيبقى كثافته عاليه، فبيفضل تحت، فبالتالي بيبتدي يتحرك الزيت من حركه طبيعيه جوه الايه جوه المحول، وبيطلع بره على الرادياتور اللي بره ده، ويخش تاني جوه المحول حركه ناتشرال، فبنسميه اويل ناتشرال. ايه الناتشرال؟ ونان. يعني بغض النظر عن المصطلحات ديت، في كذا نوع من انواع في حاله الاويل بيرس ترانسفورمر،
في كذا نوع من انواع الكولينج، في حاجه اسمها اونان وناف وفاف، وما يعني ايه. فانت بس تعرف ان احنا عندنا ايه نوعين، اللي هما الدراي تايب ترانسفورمر، وعندنا النوع التاني اللي هو الامبرسد ايه ترانسفورمر. تمام. طبعا الكولينج زي ما احنا قلنا كده ممكن يكون مثلا اويل فورسد. يعني ايه اويل فورسد؟ يعني انا بجيب بامب كده، بتبقى في بامب مع المحاول كده. البامب دي وظيفتها ايه؟ ان هي تحرك الزيت جوه المحاول، تعمل حركه للزيت. الزيت كل ما بيتحرك جوه المحاول كل ده ما بيساعد الايه الكولينج بتاع الوايرنج بتاعت مين، والايرن كور بتاع المحاول. فبنسميها في الحاله ديت وفاف. اويل فورسد، اير فورسد، يبقى فيه مراوح هنا كده على جسم المحاول عشان اير فورسد تبرد لي الراديتور، تمام، وتساعد عمليه التصفير. وفي نفس الوقت يبقى فيه بامب، البامب دي بتحرك الزيت جوه المحاول تلففه. فبنسميه في الحاله ديت اويل فورسد، اير فورسد، بنسميه وفاف. تمام. ممكن يكون بدل ما استخدم مراوح هنا وهواء كده تبرد، بعمل ايه؟ بعمل في يبقى في مواسير كده ماشيه جوه الراديتور، المواسير دي بمشي فيها ميه بحيث ان الزيت وهو بيتحرك جوه الراديتور ويخش تاني، يبقى في مواسير ميه يحصل ترانسفير من الميه للزيت. درجه الحراره بتاعت الزيت لما الميه البارده يبتدي الزيت يبرد تاني ويخش جوه المحول. بعمل تبريد بدل الهواء، بعمل تبريد عن طريق مصارات. بالمين مصارات او تيوبز موجوده هنا جوه الراديتور، عباره عن ايه؟ ميه بارده، والميه دي بحركها بحيث دخل المياه بارده تسخن اخرجها، دخل المياه بارده تسخن اخرجها، بحيث انها تبرد لي مين؟ الزيت. زي ما قلت بغض النظر عن كده، احنا عندنا نوعين، اللي هو الدراي تايب ترانسفورمر، تمام، اللي هو الترانسفورمر عادي بيتحط جوه التانك في هواء، والنوع التاني اللي هو الامرس ترانسفورمر. الاويل امرس ترانسفورمر في منه انواع كتيره جدا، في سيلف كول يعني مفيش اي وسط كولينج، وفي فورسد ايد زي ما احنا قلنا كده مراوح، او ان انا تيوبت اللي هي عن طريق مين؟ عن طريق المياه يعني. بس ده شكل الدراي تايب، وده شكل مين؟ الباور. طبعا بتفاصيل الكلام اللي هنا دوت، يعني مش عاوزين نخش في التفاصيل بتاع الكومبوننت بتاعت مين، بتاعت المحول. خلاص يعني الاشكال ديت بس تعرف اللي احنا الكلام اللي احنا قلنا عليه هنا بس ده. طيب بالنسبه لنظريه الايه الاوبريشن بتاع المحول، النظريه سهله وبسيطه جدا، اللي هي ايه؟ بنقول والله لو انت عندك، لو انا جبت سبلاي هنا ووصلته هنا كده جهد، وليكن نسميه في واحد، هيبتدي يمشي تيار في الملفات ديت، فيمشي هنا تيار اي واحد. الاي واحد ده متغير مع الزمن، بالتالي هيولد ايه؟ التيار اللي ماشي جوه الملفات ديت هيولد ماجنتيك فيلد. طبعا لو استخدمت اصابع اليد اليمنى، هتبص تلاقي ده اتجاه التيار، اللي هو الشكل الاصابع الاربعه في اتجاه التيار، والابهام هيبقى في اتجاه مين؟ الماجنتيك فيلد. فهنبص تلاقي ان في ماجنتيك فيلد بيمشي جوه مين؟ يعني لو التيار جاي كده هبص تلاقي الايه الماجنتيك فيلد اتجاهه لتحت، اللي بقى بيبقى اتجاهه لتحت، فتلاقي مثلا ايه ده فلكس هيمشي كده جوه الايه جوه الكور. طبعا هيبقى في فلكس يمشي بره الكور جوه الكور، وفي فلكس يمشي بره الكور. طب الهواء طبعا زي ما احنا عارفين ان الريلاتيف بريماديبيتي بتاعته واحد، في حين ان الايرون كور بتبقى عاليه، فبالتالي الريلاكتنس بتاعتك بتاعت الايرون كور دي هتبقى قليله، لان الريلاكتنس عباره عن ال على ميو في مين؟ في ال في الال، والميو اللي هي ميو نوت في ميو ار. تمام. فالجزء الاكبر زي ما احنا قارنا كده ما بين الماجنتيك والالكتريكال سيركت، المقاومه المغناطيسيه للايرن كور قليله، فبالتالي معظم الفلكس الفاي بتاعي هيمشي جوه مين؟ جوه الايرن كور، بس في جزء ليكج صغير هيمشي بره مين؟ هيمشي بره في الهواء هنا كده. اصل زي ما شفت المحاضرتين اللي فاتوا، الفلكس هيمشي هنا كده هيقطع ملفات مين؟ ملفات السكندري. لما يقطع ملفات السكندري هيبتدي يتولد في الملفات السكندري دي برضه اي ام اف، هيبتدي يظهر بفرق جهد هنا كده على اطراف مين؟ على اطراف السكندري. على حسب عدد لفات البرايمري وعدد لفات السكندري والجهد اللي انا ابلايد هنا، هيبتدي يظهر، هنعرف قيمه الجهد اللي هنا ايه، نقدر نشوف قيمه الجهد اللي هتظهر على اطراف السكندري كام. تمام. لو جيت وصلت لود هنا على اطراف السكندري بتاعي هيبتدي يمشي، طبعا هنا في فرق جهد خلاص اتكون، اللي هي الاي ام اف اللي اتكونت اللي هنسميها اي 2 مثلا، وبالتالي يبقى في فرق جهد هنا في 2. الفي 2 دول هيبتدي يمشي تيار جوه مين؟ جوه اللود بتاعك هنسميه اي دي. خلاص، هو ده فكره مين؟ فكره عمل الايه او نظريه العمل بتاعت المحاول، هما الكلمتين اللي احنا كاتبينهم كده دول. خلاص. طيب هنتكلم، عشان نتكلم عن الترانسفورمر والسيركتس بتاعته، لما نيجي نمثل الكلام ده كسيركتس هنتكلم الاول على الايدل ترانسفورمر، وبعد كده نتكلم على البراكتيكال ترانسفورمر. ايدل ترانسفورمر معناه ان مفيش لوسز رايحه جوه المحول، يعني انا عندي في في اي عند ليفل فولتج ناحيه البرايمري بحولهم لفي في اي، نفس الفي والاي عند ليفل فولتج تاني بالظبط، مفيش اي لوسز راحت، عشان ما يبقاش في اي لوسز جوه المحول ده بنسميه ايدل ترانسفورمر. وبالتالي عشان يبقى ايدل ترانسفورمر
لازم اول حاجه ما فيش وايندنج ريزيستنس، يعني ايه؟ يعني ملفات البرايمري وملفات السكندري ما فيش ريزيستنس بتاعتهم بزيرو، فبالتالي ما فيش لوسز رايحه اللي هي الاي سكوير ار رايحه في الوايندنج بزيرو، ما فيش ليكج فلاكس، كل الفلاكس اللي ماشي دوت هيمشي جوه مين؟ جوه الاير كور، ما فيش ليكج، هيمشي شويه ليكج فلاكس هيمشي في الهواء، ما فيش اير لوسز. زي ما تشوف بعد كده في حاجه اسمها الاي دي كارنت لوس، في حاجه اسمها الهستيريسيس لوس رايحه جوه الكور بتاع المحول. لو هو ايديال ترانسفورمر بنعتبر ان اللوسز دي بكام؟ برضه بزيرو. اخر حاجه بنعتبر البريمابيلتي بتاعت الايرن كور بنعتبرها بما لا نهايه. ما لا نهايه معناها ان ال على ميو في الاريا هيساوي كام؟ هيساوي زيرو، يعني المقاومه المغناطيسيه بتاعت الايرن كور بنعتبرها ايه؟ بنعتبرها زيرو، تمام؟ بحيث ان كل الفلكس بتاعي يمشي جوه مين؟ يمشي جوه الايرن كور. هو ده الشكل الايه بتاع الايه بتاع الايدل ترانسفورمر. يبقى انا عندي كده فولتج هابلاي في واحد، تمام؟ الفولتج ده هي لما اوصله على الملفات بتاعه البرايمر اللي هو عدد لفات ان واحد هيمشي التيار اي واحد، وبالتالي الاي ام اف اللي هتتكون هنا، طبعا التيار ده بعد ما يمشي هيعمل ماجنتيك فيلد فلاكس فاي، زي ما احنا شايفين اتجاه الفلاكس. لو انا حطيت التيار اليد اليمنى حطيت اتجاه الاصابع في اتجاه التيار زي ما انا راسم كده، وهلاقي الابهام في اتجاه مين؟ في اتجاه الفلاكس بتاعي، فتلاقي الفاي بتاعك تجاهه كده الاسفل كده، فيمشي جوه الكور بالشكل ده، ده الفلكس بتاعك، تمام؟ فيتكون هنا اي ام اف. طبعا الفلكس ده اي ام اف نتيجه السيلف اندكتنس بتاعت الملفات ديت، هيتكون هنا اي ام اف هنسميها اي واحد، هيبقى الموجب لو ده الموجب وده السالب هيبقى هنا برضو الموجب وده السالب. طبعا رسم الموجب والسالب هنا، التيار هنا متغير لازم يكون متغير مع الزمن، او الفولتج لازم يكون متغير مع الزمن عشان يعمل لي فلكس متغير مع الزمن، لان لو الجهد هنا بتاعنا ده ثابت دي سي، يعني دي سي فولتج، هيمشي تيار كبير جدا في الملفات ديت، لان هنا ما بقاش فيه اي اندكتنس موجوده، ومقاومه الملفات دي بتبقى صغيره، وبالتالي المحول بتاعك هيتحرق. يعني انت المحول بتاعك جيت توصل عليه حطيت عليه دي سي فولتج كبير نفس الجهد اللي انت حاطه في حاله الايه الاي سي، المحول بتاعك ده هيتحرق خلاص، لان هو هنا بيعتمد على الاندكتنس بتاعتنا اللي هنا دي بتلمت مين؟ بتلمت التيار اللي جاي مع الايه مع المقاومه هنا. الريزيستنس هنا المفروض ان هي بتبقى صغيره جدا، لان انا عاوز الاي سكوير ار سواء بتاع الوايننج او اللوسز اللي راح فيها تكون صغيره جدا، ده معناه ان المحول بتاعي الكفاءه بتاعته عاليه خلاص. طيب فالاي ام اف هيبقى الموجب بتاعك هنا والسالب بتاعك هنا اللي هنسميه اي واحد. الفلكس ده هيبتدي يتحرك كده يقطع ملفات السكندر وايننج، هيبتدي يتكون هنا برضه اي ام اف. الاي ام اف بتاعتك لو حطيت انت صباعك الابهام في اتجاه الفلكس لفوق كده، فبالتالي هيبتدي يتكون ايه؟ هيبتدي يمشي تيار زي ما احنا راسمين كده التيار كده، فبالتالي الاثنين هيبقى الموجب بتاعك كده والسالب بتاعك كده. هتلاحظ هنا ان ال في واحد ال اي واحد عكس مين؟ عكس ال في واحد، يعني الموجب والسالب هنا، فال في واحد بيساوي ماينس اي واحد، في حين ان الطرف التاني ال اتنين الموجب هنا والسالب هنا، نضطر يمشي كده. لو انا وصلت اللود هنا على اطراف الايه السكندر وايننج، فال اتنين هو هو نفس اتجاه بين بتاع ال في اتنين، يعني كدايركشن ال اي واحد وال اي اتنين وال في اتنين لهم نفس الاتجاه، وال في واحد ده عكس اتجاهه خلاص. طيب لما نيجي نمثل الكلام ده بالايكويشن، هنفترض والله طبعا التيار اللي جاي ده الفي ده ساينوسويدال، وبالتالي التيار اللي ماشي هنا يبقى ساينوسويدال، وبالتالي الفلكس اللي هيتولد هنا نتيجه التيار اي واحد ده يبقى ساينوسويدال. فوفر لي يعني ان الفلكس بتاعنا هو عباره عن فاي ماكسيمم ساين اوميجا تي. فاي ماكسيمم ده اللي بتاعنا اللي هو بيساوي البي ماكسيمم في الاريا، اللي هو بيساوي الفلكس بتاعنا بيساوي فلكس دينستي في مين؟ فلكس دينستي بي في الاريا بتاعتنا، تمام؟ والاوميجا دي اللي هي الاتنين باي في الفريكونسي بتاعنا اللي هو في مصر هنا جاي من 50 هرتز. طبعا زي ما قلنا ده بيعتمد على قانون فاراداي، هيبتدي يتكون اي ام اف الكتروموتيف فورس اللي هي بتساوي ماينس ان دي فاي باي دي تي. فالاي واحد لو جينا عوضنا هنا عند عدد ملفات ان واحد، فبالتالي هيتكون هنا اي واحد، الاي واحد ده هيساوي ماينس ان دي فاي باي دي تي. لو فضلت الدي فاي باي دي تي، فضلت الكلام ده بالنسبه للتي، هيبقى فاي ماكسيمم كوزين اوميجا تي، والتفاضل اللي جوه الساين اوميجا تي هيبقى بمين؟ باوميجا. فبالتالي هيبقى الكلام ده ان واحد زي ما هي فاي ماكسيموم في الاوميجا في كوساين اوميجا تي، كوساين اوميجا تي وفي نيجاتيف بره ماينس كوساين اوميجا تي. الكوساين اوميجا تي نفسه هيبقى عباره عن كوساين اوميجا تي ساين 90 ناقص اوميجا تي، عشان دخل السالب جوه الساين، فبالتالي هتبقى ساين اوميجا تي ناقص 90 خلاص. السالب ده لما دخله هنا طبعا دي كوساين اوميجا تي، لما دخل سالب كوساين اوميجا تي هتديني ايه؟ سالب كوساين اوميجا تي هتبقى عباره عن ساين اوميجا تي ناقص 90 ناقص بقى على الاثنين. نفس الكلام هنكرره بالنسبه للاي 2 ماينس ان 2 دي فاي باي دي تي،
فيطلع لك برضو الاي 2 عباره عن فاي ماكسيموم اوميجا في ان 2 في ساين اوميجا تي ناقص باي على 2. ده بالنسبه لك يعتبر الامبليتيود بتاع اي بي بتاع اي 2 اللي هو فاي ماكسيموم في اوميجا اللي هي 2 باي اف في ان 2، وده الامبليتيود بتاع الاي 1 اللي هو الفاي ماكسيموم في الاوميجا اللي هو 2 باي اف في ان 1. لو قسمنا الكلام ده على جذر 2 هيدينا حاجه اسمها الاي 1، دي اللي هي مين؟ الار ام اس فاليو زي ما خدنا قبل كده في حاله الساينوسويد. لو انا عاوز احسب الار ام اس، الار ام اس بتساوي الماكسيموم على جذر 2، فده الماكسيموم بتاعك والامبليتيود مقسوم على جذر 2. لو 2 باي على جذر 2 هتديك 4.44 في الاف في الفاي ام في الان 1، ده الاي ام اف ناحيه البرايمري سايد او في السايد بتاع البرايمري. الاي ام اف في السكندري سايد اللي هي الاي 2 نفس الكلام 4.44 اف في الفاي ام في مين؟ في ان 2. خلاص؟ طيب لما نيجي نرسم الكلام ده كمنتجات زي ما قلنا كده الفي 1 هيبقى عكسه عكس الاي 1، والفي 2 هو هو في نفس مين الاي 2 زي ما احنا قلنا كده، ده الفي 1 موجب وسالب هيبقى الاي ام اف هنا موجب وسالب فهو يعتبر ايه عكسه، انما في حين هنا الاي 2 هنا الموجب والسالب وهنا الموجب والسالب يعتبر ايه في نفس مين في نفس الاتجاه. خلاص؟ لو ده الفاي ماكسيمم طبعا اللي بتسبب في الفلكس مين؟ اللي بتسبب في الفلكس الجهد، فعادة الجهد دايما بيبقى ليد الفلكس بزاوية 90 درجة، فيبقى ده الفي واحد ليد الفاي ماكسيمم وادي الاي واحد عكس الفي واحد وهو نفسه اتجاه مين؟ الاي اتنين والفي اتنين والاي واحد دول في نفس الاتجاه. خلاص؟ فالفي واحد بيساوي ماينس اي واحد والفي اتنين بيساوي الاي اتنين. بشكل عام كده لو جينا الترانزيشن بتاع المحول يبقى احنا لو عوضنا في قلنا الاي واحد على الاي اتنين هتساوي ايه؟ هتساوي ان واحد على ان اتنين، الاي واحد على الاي اتنين بيساوي ان واحد على ان اتنين، او الماجنتيود بتاع الفي واحد، الفي واحد ان هو هو بيساوي الاي واحد كماجنتيود والاي اتنين بيساوي الفي اتنين، فبالتالي اقدر اقول ان الـ ان الاي واحد على اي اتنين بتساوي الفي واحد على الفي اتنين هتساوي ان واحد على ان اتنين اللي هي الترانزيشن بتاعت مين؟ بنسميها الترانزيشن بتاع المحول. يبقى في حالة الايدر ترانسفورمر نو لوسز الباور اللي داخلة اللي هي الفي في الاي، في واحد في الاي واحد هتساوي مين؟ الفي اتنين في الاي اتنين، على اساس ان المحاول ده ايديال ترانسفورمر، فبالتالي مفيش اي لوس راح في النص، فبالتالي الفي واحد لو جبت الفي اتنين في واحد على في اتنين هتساوي في واحد على في اتنين او في اتنين على في واحد هتساوي الاي واحد على اي اتنين. تمام؟ طبعا في اتنين على في واحد هتساوي ان اتنين على ان واحد. خلاص؟ يبقى دي المعادلة بتاعتنا الايه؟ بتاعت الايدل ترانسفورمر، الفي واحد في الاي واحد بيساوي الفي اتنين في الاي اتنين، او الفي واحد على الفي اتنين بتساوي ان واحد على ان اتنين، او الاي واحد على اي اتنين بتساوي ان اتنين على ايه؟ على ان واحد. خلاص؟ في حاجة بقى اسمها الايه؟ امبيدنس ترانسفورميشن اللي احنا قلنا قبليها قبل كده ان احنا ممكن نستخدم المحاول ده عشان يغير الامبيدنس. لو احنا هنا في لود ناحية السكندري سايد بتاع المحاول هنا كده نسميه زد ال، بالتالي الاي الاي اتنين اللي ماشي ده هيساوي مين؟ هيساوي في اتنين على زد ال، او الفي اتنين هنا هيساوي مين؟ هيساوي الاي اتنين في الزد ال. خلاص؟ فالفي اتنين عبارة عن زد لود في الاي في الاي اتنين. خلاص؟ طيب الفي اتنين ده عبارة عن مين؟ عبارة عن في واحد في ان اتنين على ان واحد. طيب والاي اتنين عبارة عن اي واحد في ان واحد على ان اتنين. لو انا جبت هنا كده الان واحد جبتها هنا كده تبقى ان واحد سكوير، والان اتنين جبتها الناحية التانية هنا كده تبقى ان اتنين سكوير، فبالتالي الفي واحد بيساوي زد ال في ان واحد على ان اتنين سكوير في اي واحد. هسمي انا زد ال في ان واحد على ان سكوير ان واحد على ان اتنين كل سكوير دوت هسميه زد ال داش، فبالتالي الفي واحد هيساوي زد ال داش في اي واحد. ده معناه ايه؟ لو انت عندك عدد ملفات البرايمري اكبر من عدد ملفات السكندري يبقى كده الامبيدنس اللي شايفها البرايمري سايد، يعني يبقى انا لو واقف هنا كده شايف زد اتنين. طب لو انا شلت الجزء ده كله ده كده عبرت عنه بالامبيدنس اللي هسميها زد ال داش، يبقى انا كفي واحد لو انا واقف ناحيه البرايمري سايد شايف زد ال داش، لو واقف ناحيه السكندري سايد كده وبص على اللود انا شايف زد ال، فبالتالي المقاومة اللي انا بشوفها ناحيه البرايمري سايد هي عباره عن الزد ال بتاعت السكندري سايد مضروبه في ان واحد على ان اتنين سكوير. لو ان واحد اكبر من ان اتنين فده معنى كده ان المقاومه اللي انا شايفها ناحيه البرايمري سايد تبقى كبيره جدا، انما المقاومه اللي انا شايفها ناحيه السكندري سايد هتبقى اقل من ناحيه البرايمري سايد. لو الان واحد اقل من ان اتنين ده معناه ان المقاومه اللي انا شايفها من ناحيه البرايمري سايد او من السايد بتاع البرايمري هتبقى اقل من اللي انا شايفها من ناحيه مين؟ السكندري سايد. خلاص؟ فالكوشن دي تعرفها ان زد ال داش بتساوي زد ال ان واحد على ان اتنين سكوير عشان بنستخدمها في الكلام ده بنستخدمه في مين؟ في المسائل. الترانسفورمر كده عادة لو حد بص على اي ترانسفورمر بيبقى عليه حاجة اسمها النيم بليت بتاع الترانسفورمر، النيم بليت ده بيبقى حاجة ستيل كده سيليكون ستيل
حاجة ستيل، معدن سيليكون ستيل يعني، موجودة على جسم المحول، مكتوب عليها البيانات بتاع المحول. بيبقى مكتوب عادة إيه، في شوية حاجات كده بيبقى موجودة. أهم حاجة في الحاجات ديت حاجة اسمها ريتد كيلو فولت أمبير، اللي هي الإس بتاعتك، الأبيرنت باور. تمام، المحول ده بيقدر ينقل الباور ليفل كام لكام، مثلا هل هو مثلا 1 ميجا، 2 ميجا فولت أمبير، 3 ميجا فولت أمبير، 100 كيلو فولت أمبير، 1000 كيلو فولت أمبير. طبعا احنا عندنا محولات صغيرة اللي هي 1000 كيلو، 2000 كيلو، 3000 كيلو، عندنا المحولات الكبيرة خالص اللي هي بتبقى بين 500 ميجا، 300 ميجا، 400 ميجا، اللي هي محولات الباور الكبيرة اللي هي بتبقى الإمرسيد باور ترانسفورمر. فبيبقى مكتوب عليه الريتد كيلو فولت أمبير، بيبقى برضه مكتوب عليه الريتد برايمري فولتج بتاعه، الريتد برايمري فولتج والريتد سكندري فولتج. مكتوب عليه الريتد برايمري كارنت اللي هو الاي 1 والريتد سكندري كارنت اللي هو الاي 2. فاحنا بنرمز لها بالرمز في 1 ار، ده معناه الريتد برايمري فولتج، وفي 2 ار ده معناه الريتد سكندري فولتج. نفس الكلام الاي 1 ار ده الريتد برايمري كارنت، والاي 2 ار ده الريتد سكندري كارنت. تمام، لو المحول ده مشي جواه التيار الريتد ده، بنسمي المحول ده في الحاله ده بنسميه نقول فول لودد، يعني المحول كده فول لود. لو التيار اللي ماشي المحول ده متحمل بالفول باور بتاعته بالريتد كي في اي، بنسميه في الحاله دي فول لودد، يعني ماشي في الريتد كارنت ناحيه البرايمري وماشي في الريتد كارنت ناحيه السكندري. المحول طبعا بيبقى ليه اوضاع كتيره، ممكن يكون نو لود يعني ما فيش حمل خالص، ففي الحاله ديت يعني البيدنس هنا فاتحين ناحيه السكندري سايد، ما فيش اي لود بتوصل ناحيه السكندري سايد، ففي الحاله دي بنسميه نو لود. او ممكن تكون فينا ريتد لود موصل، ففي الحاله دي بنسميه فولي لودد. او لو الامبيدنس ديت اللود اللي هنا ده كبير، يعني التيار اللي مسحوب ده كبير بحيث ان المقاومه زاد اللود دي صغير، بنسميه في الحاله ديت اوفر لودد. خلاص، او ممكن يكون نو لودد، ممكن يكون لايتلي لودد، يعني المحول بتاعك بيتحمل تحميل خفيف، او فول لودد او اوفر لود. تمام، ده كده الجزء بتاع مين؟ بتاع الايدل ترانسفورمر بتاعي. خلاص، لما نيجي بقى نتكلم بقى على البراكتيكال ترانسفورمر، عشان نشتغل على البراكتيكال ترانسفورمر لازم ناخد مين؟ لازم ناخد اللوسز اللي رايحه في الوايندنج نفسها اللي هي الاي سكوير ار، اللي رايحه في لفات البرايمري وفي لفات السكندري، بالاضافه للوسز اللي رايحه في مين؟ جوه الكور. اللوسز اللي رايحه في الوايندنج زي ما احنا كده عارفينها اللي هي اي سكوير ار. بالنسبه للوسز اللي رايحه جوه الكور عندنا نوعين من اللوس، حاجه بنسميها اسمها الاي دي كارنت لوس، حاجه بنسميها اسمها الهستريسيس لوس. الاي دي كارنت لوس زي ما احنا قلنا كده اللامينيشن بتاعتك دي بتبقى كلوز لوب، وبالتالي هي برضو عباره عن معدن، فبالتالي طالما زي ما بتكون في الملفات اي ام اف الكترو موتور فورس، بتكون برضو في الوايندنج بتاعتك جوه الكور نفسه والسيل ده بتكون اي ام اف. الاي ام اف دي بتمسي سيركوليتنج كارنت، بنسميه اي دي كارنت جوه مين؟ جوه الكور نفسه. خلاص، عشان كده قلنا عملنا لامينيشن، فدي بنسميها بتمشي تيار اي سكوير لحسب المقاومه الروف اللي على الاريا بتاعت اللامينيشن ديت، هيبتلى يبقى فيه لص عندنا اي سكوير مين؟ اي سكوير، اي سكوير ار رايحه دي كارنت لص رايحه جوه مين؟ جوه الكور بتاع المحول. في حاجه تانية بنسميها اسمها هيستريسيس لص، ده عاده ده الاي دي كارنت لص. البي اي دي عاده في المحاول ليها معادله مشهوره اللي هي كي اي في البي ام سكوير في الاف سكوير في التي سكوير في الفوليوم. الكي ده بنسميه كوفيشنت اي دي كارنت كوفيشنت. تمام، ده بيعتمد على المحاول، ده بيبقى رقم صغير جدا، مثلا بيبقى حدود مثلا من 1 لحد مثلا 15 × 10^-5، يعني ممكن مثلا ده يكون 5 × 10^-5 مثلا، 10 × 5 × 10^-5 مثلا. خلاص، البي ام ده اللي هو الماكسيمم فلكس دينستي، تمام، والاف ده هو الفريكونسي، والتي ده السكنس بتاع اللامينيشن، والفي ده الفوليوم بتاع مين؟ بتاع الكور نفسه. خلاص، طبعا البي عادة بيبقى بيعتمد على مين؟ بيعتمد على قيمة الفولتج والفريكونسي. طبعا ده بيبقى ثابت للماتيريالز، كي ده بيبقى ثابت للماتيريالز، وانت خلاص صنعت الكور بتاعك فبيبقى ليه سيجنال ثابت خلاص، والفوليوم بتاعه خلاص عرفناه. فانت هو بتغير مع مين؟ مع تغير الفلكس. مين اللي بيتحكم في الفلكس؟ هو الجهد اللي انت حاطه ناحية البرايمر سايد، كل ما تعلي الجهد وكل ما تزود ليه الفلكس بتاع مين؟ اللي هيمشي جوه المحول. فالبي ام ده هو ريليتد للفولتج، وعندنا الفريكونسي. تمام، وانس ان الفولتج والفريكونسي اتغير، بالتالي هيكون الاي دي كارنت لوس بتاعتك اللوسز اللي رايحه جوه اللامينيشن ديت تبتدي ايه تتغير معاك. خلاص، ده زي ما قلنا الكي ده الكوفيشن بتاع الاي دي كارنت، بيعتمد على الماتيريالز اللي انا بستخدمها، والبي ام ده الماكسيمم فلكس دينستي اللي هو وحدته ويبر بر متر سكوير، والاف اللي هو الفريكونسي بالهرتز، والتي ده السكنس بتاع اللامينيشن بالمتر، والفوليوم ده هو الفوليوم بتاع مين؟ بتاع الاير. خلاص،
بالنسبه بقى للهيستريسيس لوسز، الهيستريسيس لوسز دي معناها ايه؟ زي ما احنا خدنا قبل كده، دي الهيستريسيس لوب بتاعتك، انك انت عندك الطرد الجودي بتاعك متغير مع الزمن، فبالتالي يبقى في نص سايكل بيبقى موجب ونص سايكل بيبقى سالب، فبالتالي الماجنتيك دايبول بتاعتك بتبتدي يحصل لها الاينمنت في اتجاه معين، مثلا في الاتجاه ده لما كان مثلا فولتج بالبوزيتيف، اول ما البوزيتيف يعكس اتجاهه بتبتدي الماجنتيك دايبول دي تبتدي تتغير، تبقى حاول تعكس اتجاهها، حركه الدايبول دي جوه الايرن كور دي بتعمل ايه؟ بتعمل لوس، لان في حركه بتتكون، اللوس الحركه اللي عماله تتكون مع البوزيتيف والنيجاتيف سايكل بيعمل لي في الاخر حاجه اسمها هيستريسيس، مين بنسميها هيستريسيس لوس. الهيستريسيس لوس دي بتساوي ايه؟ بتساوي كي اتش اللي هو الكوفيشن بتاع الهيستريسيس في البي ام، الماجنتيك فلكس دينستي، اس اكس فاكتور اكسبوننشال او فاكتور بنسميه اكس. اكس ده عاده بيتراوح من 1.5 ل 2.5، بيعتمد على مين؟ على الماتيريالز. في الفريكونسي بتاعك زي ما قلنا، في المين؟ في الفوليوم، تمام؟ نفس الكلام هنا، الهيستيريسيس لوسز بتبقى ثابته طالما الفي والاف بتوعك ثابتين. الفي ريليتد للماجنتيك فلكس دينستي، كل مرة ما الفولتج بتاعك يعلى الماجنتيك فلكس دينستي بتاعك ايه؟ هتزيد، فبالتالي الهيستيريسيس لوسز بتاعتك برضه هتزيد. نفس الكلام زي ما قلنا، الكي اتش ده الهيستيريسيس كوفيشنت بيعتمد على الماتيريال، ده عاده بيبقى في رينج 10 اس ماينس 2، يعني ممكن تلاقيه 1 في 10 اس ماينس 2، 2 في 10 اس ماينس 2 وهكذا. البي ام زي ما احنا قلنا ده الماكسيمم فلكس دينستي ويبر بالمتر سكوير، والاكس ده بيعتمد على الماتيريال زي ما قلنا كده في الرينج بتاعه من 1.5 ل 2.5، والاف ده الفريكوانسي، والفوليوم زي ما احنا كده ده الفوليوم بتاع مين؟ بتاع الايرن كور. ده الشكل كده بيمثل لي الايكويفالنت سيركت بتاع البراكتيكال ترانسفورمر. ادي السبلاي بتاعي في واحد هيبتدي يمشي تيار اي واحد، وفي فلكس هيتكون هنا طبعا زي ما قلنا كده في حاله البراكتيكال هيبقى في جزء فلكس بنسميه الفاي ليكج، بنسميه فاي ليكج واحد. بقى انا عندي هنا الفلكس اللي هيتكون هنا، يبقى عندنا جزء منه الميوتشوال فلكس وجزء منه الليكج فلكس. طبعا معظم الفلكس هيمشي جوه الايرن كور زي ما احنا قلنا، تمام، لان المقاومه المغناطيسيه والريلكتنس بتاعت الايرن كور بتبقى صغيره جدا، فبالتالي الفاي ام ديت بتبقى اكبر بكتير جدا من الفاي ال واحد، تمام. طبعا هنا هيبقى فيه ليكج فلكس، الليكج فلكس دوت بنعبر عنه بالايه؟ بالريلكتنس اكس واحد، تمام. والار واحد ديت الريزيستنس بتاع مين؟ بتاعت الوايننج بتاع البرايمري. نفس الكلام هنا، ليكج فلكس اللي هيتكون هنا، الميوتشال فلكس ده هيقطع الملفات ديت، فبالتالي لما يمشي تيار اي اتنين هيبتدي التيار ده لما يمشي برضه هيعمل لي فلكس فاي ال اتنين، خلاص هنعبر عنه باكس اتنين، وعندي الار اتنين ديت بتمثل مين؟ الريزيستنس بتاعت السكندري وايننج، تمام. الاكس ام ده بيمثل طبعا عشان يمشي عشان يمشي يتكون فلكس هو الكور لازم فيه تيار، يبقى مطلوب تيار يمشي هنا اللي هو بنسميه الماجنتايزنج كارنت. الماجنتايزنج كارنت دوت هيواجه مقاومه، هيواجه رياكتنس معينه بنسميها الماجنتايزنج مين؟ رياكتنس، تمام. دي اللي بتعبر عن مين؟ عن اللي هو الايه؟ التيار اللي هي انا محتاجه عشان امشي فلكس جوه مين؟ جوه الكور. دي الايرن لوسز بتاعتي اللي هي بتشمل الهيستريسيس لوسز ومين؟ والكور لوسز، بعبر عنها بمقاومه نسميها ار سي، ار كور، خلاص. طيب لما نيجي نرسم الكلام ده في الدايره بقى كالكتريكال سيركت، ده الجزء اللي هو اللي احنا كنا راسمينه قبل كده اللي هو الاي ترانسفورمر، تمام، اللي هو عندي اي واحد اتنين ان واحد ان اتنين، وعندي السبلاي فولتج بتاعك في واحد في اتنين، زودنا عليه هنا الايه؟ الجزء بتاع الكور بيمشي فيه تيار اي نول، ده بنسميه النولود كارنت، خلاص، اللي هو جزء التيار عاوزه عشان اعمل فلكس اللي هو الماجنتايزنج رياكتنس، ده المقابل للتيار اللي انا عاوزه عشان اولد فلكس جوه الكور، وده الار سي ده بيمثل لي الايه؟ اللوسز بتاع الايرن كور اللي هي الايدي كارنت لوسز والهيستريسيس لوسز، وده الجزء اللي بيمثل الريزيستنس بتاع الوايننج، وده الجزء اللي بيمثل الايه؟ الليكج رياكتنس اكس واحد، خلاص. فده زودنا الجزء ده كده في البراكتيكال ترانسفورمر، ونحكي الطرف الثاني زودنا الار 2 والاكس 2 في السكندري سايد، وده اللود بتاعك زاد تاني، خلاص. ده كده بيمثل البراكتيكال سيركت او الايكويفالنت سيركت بتاع مين؟ بتاع البراكتيكال ترانسفورمر، تمام. طيب الجزء ده اللي هو اللي في النص ده بينطبق عليه المعادلات اللي احنا خدناها قبل كده بتاع الايدر ترانسفورمر، بمعنى الاي ان بدل ما كان عندي اي واحد هنا كده نسميه اي 2 داش، فبالتالي اي 2 داش اللي هو بدل اي واحد، اي 2 داش على اي 2 يساوي ان 2 على ان 1، ونفس الكلام الاي 1 على الاي 2 بتساوي ان 1 على ان 2، خلاص المعادلتين دول بينطبقوا معايا عادي هنا في مين؟ في الجزء ده بس، خلاص. طيب عشان تحسب بقى التيارات بقى ال V1 وال I1 والكلام ده، عندنا الايكويشن ديت ال E2 هيساوي ايه؟ هيساوي ال V2 زائد I2 في R2 GX2، يعني ال E2 اللي هنا ده بيساوي مين؟ طبعا هيمشي تيار يمشي كده جوه اللود، فبالتالي من كيرش فولتج لو يبقى ال E2 هنا كده هيساوي مين؟ هيساوي
اي 2 في ار 2 جي اكس 2 زائد اي 2 في مين؟ في زد لود او زائد الفي 2، يعني الجهد اللي هنا ده في 2، فالاي 2 ده بيساوي الفي 2 زائد الفولتج دروب على مين؟ على الامبيدنس ديت اللي هي ار 2 زائد جي اكس 2. ده الكلام اللي احنا كاتبينه هنا كده، الاي 2 بتساوي في 2 في اي 2 في ار 2 زائد جي اكس 2. زي ما احنا عارفين الاي 2 داش على اي 2 بتساوي ان 2 على ان 1، والفي 2 داش على الفي 2 بتساوي ان 1 على ان 2، خلاص. الفي 2 داش اللي هي بتساوي مين المقصود بيها هنا كده، اللي هي المقصود بيها اي 1، خلاص. طيب والار 2 داش على ار 2 هتساوي ايه؟ لو انا حبيت احول المقاومه من السكند سايد للبرايمري سايد هسمي ار 2 داش واكس 2 داش، هتساوي ان ار 2، ار 2 داش برضو بدل ار بدل الايكوفيلنت بتاعنا زد ال داش، واكس 2 برضو زي ما حولنا قبل كده زد ال داش، خلاص. فانا لو شلت الاي 2 هنا وحطيت بدلها اي 1 في ان 2 على ان 1، شلت الفي 2 زي ما خسبها زي ما هي، والاي 2 الاي 2 دي وهشيلها واحط بدلها اي 2 داش اللي هي اي 2 اي 2 داش في ان 1 على ان 2 ار 2 زائد جي اكس 2، خلاص. طيب لو ضربت المعادله كلها في ان 1 على ان 2، ضربت هنا في ان 1 على ان 2 هتلاقي يفضل هنا اي 1، الفي 2 هنضربها في ان 2 على ان 1 على ان 2، ولان 1 ان 2 هتضرب تاني في ان 1 على ان 2 هتبقى سكوير، فبالتالي الاي ان داش في ان 1 على ان 2 سكوير. ده بيمثل لي مين؟ زي ما قلنا كده ده بيمثل لي ان 1 على ان 2 سكوير في ار 2 ده بيسميه ار 2 داش، واكس 2 في ان 1 على ان 2 كل سكوير دي بيمثل لي مين؟ الاكس 2 داش. فكان الاي 1 داش هتساوي مين؟ الفي 2 داش زائد اي 2 داش في ار 2 داش زائد جي اكس 2 داش، خلاص. يبقى انا كده لو عاوز اوزن الجزء بتاع السكندر وايندنج، لو عاوز اعبر عن الجزء ده كده اشيل الجزء ده كده بشيله واعوض عنه زي ما احنا شفنا بالايكويشنز دي، يعني في الاخر الاي 1 بيساوي في 2 داش اي 2 داش فار 2 داش جي اكس 2 داش، فادي الاي 1 اهو. يبقى انا عندي الاي 1 اللي هنا ده هوصل معاه كده ار 2 داش واكس 2 داش وفي 2 داش، فشكل السيركتس عندي بيتحول للمنظر ده. بعد الاي 1 اللي هنا كده تمام بيساوي في 2 داش زائد الفولتج دروب على المقاومه ار 2 داش زائد جي اكس 2 داش اللي هو عباره عن اي 2 داش في الامبيدنس ديت اللي هي ار 2 داش ار 2 داش زائد جي اكس 2 داش، خلاص. فدي بنسميها الاكزاكت ايكوفيلنت سيركت ريفير تو برايمري، يعني انا لو واقف ناحيه البرايمري وعاوز اشوف الايكوفيلنت سيركت بتاع المحوله هيبقى بالمنظر ده. الاي نوت ده بنسميه نو لود كارنت، يعني لو زد ال داش ديت بمعنى نهايه او الطرف ده اوبن تمام، يبقى المحول ده بيسحب تيار صغير جدا بنسميه نو لود كارنت. نو لود كارنت ده بيعمل ايه؟ ولا بيمشي الايه؟ الماجنتايزنج فلكس او الفلكس اللي موجود جوه مين؟ ده بيمثل لي بس التيار اللي انا عاوزه عشان امشي مين؟ عشان امشي فلكس جوه المحول، بالاضافه للوسز اللي رايحه جوه مين؟ جوه الايرن كور اللي هي السيريز لوسز وليدي كارنت لوس. بس الاي 1 ده هيبقى عباره عن مين من السيركت اللي احنا شايفينها ديت؟ هو عباره عن الاي نود زائد مين؟ زائد الاي 2 داش. طيب لو انا عاوز ابص بقى اشوف الايكوفيلنت سيركت ديت الاكزاكت ايكوفيلنت سيركت ديت في الطرف بتاع السكندري سايد هيبقى بالشكل ده. يبقى انا عندي الجزء بتاع السكندري سايد زي ما هو ار 2 جي اكس 2 والفي لود زي ما هو، وهنقل بقى الجزء بتاع البرايمري سايد كله هو الجزء ده، هنقل الجزء ده في طرف السكندري سايد، يبقى ده زي ما هو وهنقل الجزء ده في طرف السكندري سايد. هيتنقل ازاي؟ هيتنقل بالتنز ريشيو، خلاص. فبالتالي الاي 1 هيبقى اي 1 داش، الفي 1 هيبقى في 1 داش، كل الامبيدنس ديت هتتنقل تبقى اكس ام داش وار سي داش. فلو انا عاوز اشوفها ناحيه السكندري سايد هيبقى عندي اي 1 داش اكس 1 داش ار 1 داش الكلام ده. طيب الفي 1 داش هيبقى علاقته ايه بالفي 1؟ يبقى في 1 داش على في 1 بيساوي ان 2 على ان 1. الاي 1 داش علاقته ايه بالاي 1؟ الاي 1 داش على اي 1 بيساوي ان 1 على ان 2، خلاص. الاكس 1 داش علاقته ايه بالاكس 1؟ هتبقى ان 2 ان 2 ان 2 على ان 1 الكل سكوير، وكذلك الماجنتايزنج مين؟ الماجنتايزنج لاكتس، وكذلك برضو الاي نود داش والار 1 داش والار سي داش، خلاص. يبقى انا كده شايفها ناحيه السكندري سايد الاكزاكت كولن سيركت من ناحيه السكندري سايد، وهنا شايفها من ناحيه مين؟ من ناحيه البرايمري سايد. دي الايكويشن بتاع لو انا هريفير للبرايمري سايد
ودي الايكويشن اللي انا هريفير لمين؟ للسكندري سايت. طبعا الايكويشن هتلاقيها طالما انت فاهم، مش هتحتاج تلاقي الايكويشن سهله جدا، ايه تبقى انت عارفها يعني. خلاص. في حاجه تانية بقى بنسميها اسمها الايه، الابروكسيمت ايكويفالنت سيركت. ايه بقى الابروكسيمت ايكويفالنت سيركت ده؟ دي الاكزاكت اهي. لو انا طبعا المقاومه اكس واحد وار واحد، مين اللي ماشي فيها؟ ماشي فيها اي واحد، واي واحد ده عباره عن مين؟ اي نودز او اي 2 داش. اي نود ده عاده بيبقى زي ما شفنا كده ان النود كارنت عاده بيبقى صغير جدا، يعني مثلا بيمثل 3 لحد 5، بيمثل ماكسيموم 5% من مين؟ من الاي 2 داش، او اقل من كده كمان. فانا لو انا اهملت الجزء ده، يعني لو اهملت الاي نوت اللي ماشي في المقاومات ديت، خلاص لو اهملت الاي نوت اللي ماشي هنا كده، وقلت اللي ماشي هنا ده عباره عن اي 2 داش بس، اللي ماشي في اكس 1 وار 1 عباره عن اي 2 داش بس، فانا اقدر انقل الجزء اكس 1 وار 1 انا انقلهم هنا. لو نقلتهم هنا لو انا نقلتهم هنا جوه هنا كده مع الار 2 داش والاكس 2 داش، نقلتهم هنا كده، ده معناه ان انا ايه، قلت اللي ماشي في الاكس 1 والار 1 ماشي فيهم اي 2 داش بس، مش هيمشي فيهم اي نوت. فانا اهملت كده الاي نوت مين؟ اللي ماشي في الاكس 1 وار 1. فهو ده الابروكسيمت سيركت. الابروكسيمت سيركت ان انا بنجلكت التيار اي نوت اللي ماشي في اكس 1 وار 1، تمام. فانا كده نقلتهم جوه مين؟ جوه مين؟ فالار ايكويفالنت دي هتبقى عباره عن مين؟ خلاص انا نقلتهم هنا جوه مع ار 2 واكس 2 داش، فيبقى عندي هنا ار 1 زائد ار 2 داش، ده بنسميه الار 1 ايكويفالنت، والاكس 1 زائد الاكس 2 داش بنسميه الايه؟ اكس الاكس ايكويفالنت، تمام. اكس 1 ايكويفالنت، تمام كده. واكس ايكويفالنت 1، ار 1 زائد ار 1 داش زائد ار 2 داش، واكس 1 زائد اكس 2 داش. خلاص ده لو انا ببص الايكويفالنت الابروكسيمت ايكويفالنت سيركت، لو انا ببص من البرايمري سايد. طب لو انا عاوز ابص من السكندري سايد يبقى الشكل ده اهوت. خلاص يبقى ال V2 I2 زي ما هو، بالتالي هيبقى ال R equivalent 2 ديت هيساوي مين؟ هيساوي R2 زائد R1 داش، وال X equivalent 2 هيساوي X2 زائد X1 داش. دي ال equivalent circuit بتاعت مين؟ بتاعت المحول اللي هي ال approximate equivalent circuit لو انا ببص من السكندري سايد، ودي لو انا ببص بالبرايمري سايد. خلاص السيركت طبعا دي لازم تبقى عارفها كويس، عشان خاطر في جزء كبير من المسائل بتاع الشيت مختص بالجزء بتاع مين؟ بتاع الايكوفالنت سيركت بتاع المحاول، سواء الابروكسيمت او الاكزاكت، لان هو في المساله ممكن يقول لك في حاله الاكزاكت، وممكن يقول لك في حاله مين؟ في حاله الابروكسيمت سيركت، تحل الايه المساله، هتبقى تحل المساله المطلوبه. شكرا.